انا فرحانه اليوم بزاف والله الا شحال سريت وسميتو اليوم فرحانه الفرحه كبيره بزاف. كنشكركم بزاف، تحيه لكم بزاف وشكرا لكم بزاف، الله يكبر بكم، كبرتو بيا واخا انا عيانه ما كنت مريضه ملي سمعت هذا الشيء وكبرتو بيا انا وليت لاباس وشكرا لكم بزاف الله يرحم والديك. لحد انت عطيتي بزاف في الامل. انا عندي 14 سنه تزوجت وطلقني القاضي وقعدت عامين في بلادي فايت اسحاق ومشيت للدار البيضاء داني بالنصر وخويا عندي 16 سنه وتنغني العربيه وتنغني امازيغيه العالميه العالم علاش نطولوا في الياب يسوحلي وغنوا فيها سفال كنغنوا امازيغيه ونغنوا العربيه ونغنوا حتى من بعد هذاك الشيء عاد رجعت. واش خديتي حقك لا حد؟ لا عرفتي اش وقع ليا دابا راه الناس انا ناعسه واخا كبرت في الدار البيضاء انا قريه اش راك انت صرح البقر قريه شويه زعما كبرت في الدار البيضاء وكنتعرف مع الناس بحال وجوهكم بحال قريه بحال فايته كاع القريه اللي قلت انا اللي قاري لها وليني دابا نوضوا بالنصر وخا داك الشيء اللي غنيت داروا على راسو والزهره والله وبالرحمه داك الشيء اللي غنيت داروا على راسهم ومشيت ماني الدروادي طول في الرباط هذيك شي عامين قبل ما يموت مرحوم كيفاش كيفاش بغيت انا الحقوق ديالي قالوا لي ها فاسور بن نصر خويا ها الزهراوي عبد الله انت ما عندك حتى شي حاجه غير الا بغيتي تبداي عاوتاني تبداي ديري شي حاجه جديده انا دابا عييت شي خا شي مره كيصيفطوا لي شي حاجه قليله دابا راه ما الناس ميتو تبقاو يصيفطوا لي شي حاجه البنكا وداك الشيء شي حاجه قليله بحال راس العام صيفطوا لي 30000 ريال وراس العام صيفطوا لي 2 مليون مره وداك الشيء درت بلادي في البلدان الشوارع في الألمان كنت كنغني على لحسن كان والله بالرحمة أهو جا سيدنا مولاي الحسن هذه 75 في الألمان في الشارع ملي مشيت عندهم قال لك أختي حدا خصك تجي لنا 5 طباسل يكونوا جداد وجيبوا لي الشهادة من اللي دعاه ديال الأمازيغية عاد تبقاي تخلصي وما دابا داك الشيء اللي عندك وقت راه كنعطيك شي حاجة هذا الشيء اللي كاين. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.